يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، تحياتي لحضراتكم. طبعا امبارح استمتعنا الحقيقه باحتفاليه النادي الاهلي بمناسبه التتويج بالنجمه العشره. امبارح كان حفل اكتر من رائع الحقيقه، عكس قيمه ومكانه النادي الاهلي بالتاكيد، واستعدنا فيه ذكريات 10 نجمات حققها الاهلي على مدار تاريخه في بطوله دوري الابطال. الحقيقه يمكن استعدنا كمان لقطات اكتر من رائعه، هي ما ينفعش نقول استعدنا لانها ما بعدتش كتير عن ذاكرتنا، محفوره في قلوب وفعول الاهلاويه، لكن الحقيقه ما كانش في مانع نفتكر نجومنا وهم بيكتبوا بحروف من ذهب سيطره النادي الاهلي الكامله على القاره الافريقيه. 10 نجمات ارتفعوا في ملعب مختار التتش امبارح عشان ينوروا وياكدوا على الحقيقه على انه الاهلي هو عملاق الكره الافريقيه. ما تخليش حد يجرك لفكرة المقارنات لأنك أنت خارج المقارنة، لأن أنت بالتأكيد خارج المنافسة. وإحنا بنحضر لحلقة امبارح ولما ركزت بس في العشرين سنة الأخيرة، لقيت أنه إذا حبيت أنك أنت تحط الأهلي وسط عمالقة القارة الأفريقية في مقارنة، فيكفي أن أنا أقول لحضراتكم أنه الأهلي إذا وضع في كفة يتحط قدامه الترجي صاحب المركز الثاني في عدد الألقاب، ومازيمبي صاحب المركز الثالث في عدد الألقاب، وإنيمبا ناجيري صاحب المركز الرابع في عدد الألقاب. 8 ألقاب بس للنادي الأهلي في الألفية الجديدة في مقابل 8 ألقاب للفرق الثلاثة أصحاب المركز الثاني، أصحاب المركز الثالث، وأصحاب المركز الرابع مجتمعين. الأهلي في كفة، والترجي ومازيمبي وإنيمبا في كفة، ويجي من وراهم بعد بقى الأربعة الكبار، عندك ماميلودي سان داونز ليه نسخة، عندك نجم الساحلي التونسي ليه نسخة، عندك الزمالك المصري ليه نسخة، لكن الأهلي بالتأكيد في حتة تانية خالص. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وإن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي يزداد عدد النجوم في النادي الأهلي، وإن شاء الله نحقق النجمة ال11. كلام كتير من الحقيقة، يمكن جمعنا الحقيقة بالمسؤولين عن النادي الأهلي امبارح، ويمكن شفتوا واستمتعتوا بمجموعة من اللقاءات، وأنا يمكن حتى في الكواليس كان ليا مجموعة من اللقاءات، يمكن اتكلمت كمان مع كابتن سامي قمصان والكلام جاب بعض، واتكلمنا على ماتش بتروجيت اللي فات اللي يمكن ما كانش مرضي لطموحات الجماهير، وقلت الكابتن سامي نصا حتى انه الجمهور كان مستني يشوف عرض قوي جدا ويشوف النجوم ويشوف فرقة النادي الاهلي بشكلها اللي هتظهر عليه الموسم الجديد. قال لي طبعا دي وجهة نظر الجمهور، بالنسبة للجهاز احنا بنجرب وبندي فرصة وبندي مساحة لكل اللعيبة عشان تشارك ونتفرج ونشوف مين ممكن يكون موجود معانا الفترة اللي جاية. ماتش المقاولين قال لي ممكن يكون مختلف شكلا وموضوعا، واعتقد طبعا مباراة المقاولين بكرة ان شاء الله هتكون الاختبار والاحتكاك الاخير قبل مواجهة طلائع الجيش بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله، تحديدا يوم الثلاث في اول بطولة بعد التوقف، وهي بطولة طبعا سوبر مصري. عندنا كلام كتير، والنهارده يوم العالمي، وبمناسبة العالمي ماتشين من العيار الثقيل، عندنا ليفربول واي سي ميلان بالليل، نجمنا محمد صلاح في مواجهة الميلان، وعندنا طبعا واحد من ماتشات القوية جدا اللي عشاق الريال تحديدا منتظرينها، مواجهته مع انترناسيونالي الايطالي الاثنين في الشامبيونز ليج، وهنتكلم طبعا عن مواجهات امبارح بارسا اللي ما زال بيبحث عن شخصيته وهويته حتى بعد رحيل ميسي، ما زال بيعاني خسارته قدام بايرن ميونخ في ملعبه بنتيجه ثقيله الحقيقه 3-0، وعندنا كمان مانشستر يونايتد اللي ظهر متالق في البريمير ليج ولكنه خسر في خساره طبعا مفاجأة قدام يانج بويز السويسري امبارح في الشامبيونز ليج. هنتكلم على الكرة الأوروبية والعالمية النهارده في الحلقة، وهيكون معانا كمان واحد من أساطير الكرة الإيطالية تارديلي، اللي بالمناسبة في فترة من الفترات كان تولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر. هنتكلم معاه على الكرة الإيطالية، هنتكلم معاه على الشامبيونز ليج، فرص الفرق الإيطالية في مواجهات النهارده، وبالتأكيد لازم نقف معاه شوية على قصته مع منتخب مصر. خلينا نروح مع حضراتكم لأهم أخبارنا وعناويننا النهارده، والبداية على لسان كابتن محمود الخطيب. سعد سمير نموذج في الإخلاص والعطاء ويستحق كل التقدير. الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعدادا للسوبر المحلي أمام الطلايع. موسيماني يطلب تقريرا عن المصابين لتحديد موقفهم من معسكر الإسكندرية. البرتغالي كيروش يصل للقاهرة لبدء مشواره مع منتخب مصر. اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان. ورسميا محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس.
طيب خلينا بقى زي ما قلت لحضراتكم، يمكن من بتروجيت المباراه اللي كان فيها مساحه لمشاركه عدد كبير جدا من اللعيبه، سواء من الشباب الاهلي او من اللعيبه اللي رجعت من الاعاره او حتى من سكواد الاهلي الاساسي. شفنا عدد كبير جدا من اللعيبه، واعتقد انه بروفت بكره في منتهى الاهميه. البروفه هتكون البروفه الاخيره قبل طبعا ما نروح لماتش طلائع الجيش يوم الثلاثاء اللي جاي. خلينا نروح لملعب التتش، واحنا يمكن طبعا كنا موجودين فيه امبارح، كان جاهز النهارده بالمناسبه لاستقبال التمرين. نروح لزميلنا شريف شعبان في الملعب عشان نعرف اخبار تمرين الفريق النهارده. شريف مساء الخير، وخليني في البدايه اسالك، يعني احنا كنا موجودين في الملعب وشفنا قد ايه كان في تجهيزات ضخمه جدا عشان استقبال ضيوف النادي الاهلي ورموزه ونجومه في مختلف اللعبات والمجالات عشان يكونوا حاضرين في الحفل الحقيقه العالمي اللي اقيم بالامس بمناسبه احتفال بتدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. كلمني النهارده الملعب اللي احنا كنا فيه امبارح ازاي كان جاهز بالسرعه دي، وهل هو بالفعل يعني كان مناسب لاقامه تدريب الفريق النهارده، وازاي تم ده؟ مساء الخير طبعا زميلي احمد، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احتفاليه امبارح ولا اروع ولا اجمل، يعني احتفاليه عالميه بكل ما تحمله كلمه من معاني. النادي الاهلي قادر على تنظيم اي ايفنت عالمي داخل طبعا جمهوريه مصر العربيه. هنيئا لكل جماهير النادي الاهلي بالايفنت اللي امبارح مجلس الاداره قدمه لكل اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ومن مبروك حصول طبعا النادي الاهلي على النجمتين، النجمه التاسعه والنجمه العاشره، وباذن الله باذن الله باذن الله تكون النجمه ال11 بإذن الله من نصيب النادي الأهلي. ملعب مختار التتش من السابعة صباحا على طول، مهندس الملعب وكل العاملين في الملعب وتجهيز لكل طبعا لكل ركن في الملعب عشان خاطر يعني يستقبل تمرين النادي الأهلي اللي كان في الخامسة مساء. من 7 الصبح تم تجهيز الملعب على أعلى مستوى، تم قص طبعا نجيلة الملعب وتنظيف الملعب بالكامل، والآن الملعب جاهز بكل طبعا شياكة لمران النادي الأهلي. الأهلي يتمرن في الخامسة مساء، وتمرين يمكن شغال الآن بحضور الأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي بيشاهد الآن جزء من مران النادي الأهلي. ملعب يليق طبعا باسم النادي الأهلي وحاجة ما شاء الله مفخرة جدا. فبطمنك زميلي أحمد، امبارح أنت كنت موجود ومتألق جدا في إيفنت امبارح، النهاردة الملعب جاهز بكل أريحية طبعا لتمرين النادي الأهلي اللي شغال الآن في تقسيمة قوية جدا عاملها مستر بيتسو موسيماني، وبيشارك في هذه التقسيمة جميع نجوم النادي الأهلي وظاهرين بشكل ولا أروع والأجمل. نمسك الخشب ما شاء الله، بيقدموا النهارده تمرينه قويه جدا 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 لمباراه بكره، وباذن الله مباراه طبعا يوم 21 باذن الله امام فريق طلائع الجيش. طبعا خليني اسالك بدايه نطمن على المصابين يا شريف، يعني كلمني على اكرم توفيق، نتكلم على بيرسي تاو، نتكلم كمان على محمود متولي. انا عارف انه اكرم كان مشارك النهارده، بس برضه حابب اطمن على تطورات الاصابه بتاعته، وهل ممكن تمنعه من المشاركه في المباريات، ولا الجهاز الطبي شايف انه ممكن اكرم يكون موجود مع الاهلي في الماتش اللي جاي؟ استقبلنا طبعا مظبوط اصابه اكرم، طبعا مظبوط اصابه اكرم توفيق. البعض تكهن كالعاده، ملف الاصابات في النادي الاهلي البعض بيحب يتكلم وبيزود كلامه، بيالف مواعيد كتيره جدا في رجوع اللاعبين. اكرم توفيق بيشارك في التمرينات طبعا بواقي او يعني حاجه تحمي وجهه من اي التحامات والكلام ده كله، بيشارك في التمرين بكل قوه. الايام اللي فاتت شارك في التمرين بكل قوه، النهارده بيشارك في التقسيمه بكل قوه. فاكرم توفيق جاهز بنسبه 100% لاي مباراه، اذا كان المباراه الوديه بكره او مباراه يوم 21، وطبق الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. فبطمنك على جاهزيه اكرم توفيق. محمود متولي عنده التهاب في اوتار الركبه، محمود متولي رجع بسرعه من الرباط الصليبي، فالوضع طبيعي جدا اللي كل عضلات جسمه تكون من الضغط البرنامج اللي كان عامله عشان يرجع بسرعه، فجاله التهاب في اوتار الركبه، بتتكلم في 5-6 ايام بكثير جدا، وهيشارك مع باقي زملائه. بيرسيتاو الاتحاد الجنوب افريقي ارسل خطاب الى النادي الاهلي وشرح فيه اصابه بيرسيتاو، وان بيرسيتاو لعب المباراتين مع منتخب جنوب افريقيا وهو مصاب وتحامل على نفسه. بيرسيتاو لعيب كبير جدا، بيرسيتاو لعيب مهم جدا مع منتخب بلده، زي ما بنتكلم على محمد صلاح مع منتخب مصر، بيرسيتاو ايضا مع منتخب جنوب افريقيا شارك وتحامل مع منتخب بلاده، وممكن كان مصاب فجاله يمكن مزق في العضله التامه، خلاص احنا بنتكلم العضله الضمه
احنا بنتكلم خلاص هو رايح على العلاج الطبيعي، بتتكلم في 5 6 ايام، وبعد كده يبدا بقى التاهيل في الملعب، بتتكلم باذن الله اسبوعين بكتير جدا باذن الله، ويكون مشارك في التمرين مع باقي زملائه. الجهاز الطبي شغال على طول مع بيرسي تاو من اول يوم الى النادي الاهلي. الناس بتقول لك اتمرن ويمكن هنا اتصاب في الملعب، ما فيش الكلام ده خالص. بيرسي تاو من اول يوم جاي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عارف حقيقه اصابته وتعامل على طول مع ملف اصابته. الناس بتقول لك بقى اصابه مزمنه، الناس يقول لك هيقعد الدور الاولاني كله. خلي الايام تبين ان النادي الاهلي في صفقاته قوي جدا وفي ملفه الطبي قوي جدا، فقريبا جدا باذن الله بيرسي تاو مع باقي الصفقات هيتالق ونتفرج عليهم في الملعب ويمتع كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. خليني اكلمك كمان على خوسيه لويس ميكيسون، وتقول لي كده، وانا عارف انه مستر موسيماني كان بيتكلم على انه مهتم جدا بتجهيزه لانه بقى له فتره مش بيشارك، رجليه بره الملعب، فهل بيشارك مع الفريق في التمرين بشكل كامل، وهل محطوط له برنامج مخصوص بيشتغل في الجيم او بيشتغل يعني تمرينات اضافيه غير التمرين او التدريب الاساسي مع الفريق؟ ميكي سون يمكن بيشارك الآن في التقسيمة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ناحية اليمين تلاقيه، ناحية الشمال تلاقيه، في العمق تلاقيه عامل تقسيمة ولا أروع ولا أجمل. يمكن أنا سعيد الحظ اللي بشارك بتفرج النهاردة وبشاهد النهاردة مران النادي الأهلي، متألق ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنه الإصابات ويحميه يا رب. متألق النهاردة في الثلاث مراكز الأمامية في الخط الهجومي، عامل النهاردة تمرينة ولا أروع ولا أجمل، بدأ الانسجام يظهر بسرعة مع لاعبي النادي الأهلي. منك زميلي احمد، في يعني جماهير النادي الاهلي هيستمتع بكل صفقات النادي الاهلي باذن الله مع مباراه النادي الاهلي الرسميه باذن الله. يعني طبعا انت شريف بتتابع دايما التدريبات على مدار المواسم الاخيره، احنا بنتكلم تقريبا عن يمكن 10 اسماء دخلت التمرين السنه دي استعدادا طبعا لبدايه الموسم الجديد. كلمني اكتر على الحاله المعنويه، على الروح، الاسماء الجديده اللي دخلت، سواء لاعبين كانوا معارين او صفقات الاهلي ابرمها من مع لاعبين مصريين زي كريم فؤاد وحسام حسن، او حتى لاعبين افارقه، ويمكن احنا شفناهم امبارح، تحس انه يعني انا بيرسي تاو ولويس ميكسوني كانوا في الكرسيين اللي قدامي على طول، انا حسيت قد ايه ان هم دخلوا في الحاله، دخلوا في المود مع النادي الاهلي ومع الفريق. تمام. يمكن الجديد في النادي الاهلي او الاهلي بيعمله من بره الكواليس هي غرفه اللبس. اول لما اللاعب بيخش غرفه اللبس بيبقى فيه رهبه كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي الجداد على طول. بقى الكباتن الكبار كان طبعا سعد سمير، بتمنى له كل التوفيق مع فريقه الجديد ويكسر ويتالق من جديد. كابتن من كباتن الفريق محمد الشناوي طبعا، كان سعد، وليد سليمان، علي معلول، اللي ايمن اشرف، اللعيبه الكبار كلهم في اوضه اللبس بيتكلموا مع اللاعبين وبيدخلوهم في الاجواء بسرعه جدا، بيشيل الرهبه بلغه الكوره من داخل غرفه اللبس، فبينزل الملعب تحس ان هو مع لاعبي النادي الاهلي من فتره كبيره جدا. حسام حسن، كريم فؤاد، كل اللاعبين الموجودين في مران النادي الاهلي الجداد بيشاركوا بصفه منتظمه مع النادي الاهلي، وتحس ان في انسجام كبير جدا لان الرهبه بتبدا من اوضه اللبس. واوضه اللبس ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي الكبار والجهاز الاداري والجهاز الفني بيعرف يتعامل كويس جدا في غرفه الملابس، فغرفه الملابس بتشيل اي رهبه لاي لاعب جديد، فعشان كده بتشوف الانسجام وبتشوف الوفاق في المران. بطمنك زميلي احمد، الكل بيشارك في المران او التقسيمه القويه جدا اللي بيشاهدها الان الكابتن محمود الخطيب، الكل منسجم، الكل بينفذ خطط مستر بيتسو موسيماني، علشان باذن الله باذن الله باذن الله ربنا وفقنا يوم 21 ونفوز على فريق كبير، فريق طلائع الجيش، ونضيف بطوله جديده الى دولاب بطولات النادي الاهلي. شريف اسمح لي اسالك سؤال اخير على بدر بنون. بدر شارك في التمرين بشكل كامل برضو، ونطمن اكتر على حالته البدنيه، لائق، لانه كان في برضو بعض الكلام انت عارف على السوشيال ميديا، فطمنا اكتر بدر على بدر بنون. بيشارك طبعا، مظبوط، بدري بنون بيشارك قدامي في المران، وما شاء الله ظاهر بصوره كويسه جدا، وبيعلن جاهزيته طبعا لمباريات المقبله حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. الكل بيشارك في المران. مستر بيتسو موسيماني بدا يشتغل بالشغل التكتيك بقى، التحفيز، يحفظ اللعيبه تطلع امتى وتقف امتى، الجمل التكتيكيه مستر بيتسو موسيماني شغال عليها من اليوم. ممكن بكره نشوف بعض الجمل في مباراه المقاولون العرب علشان خاطر باذن الله تتنفذ يوم 21 باذن الله من فريق طلائع الجيش ان شاء الله باذن الله. نتمناها بطوله جديده تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان من داخل النادي الاهلي. دي كانت تفاصيل تمرينه النهارده، والحقيقه يمكن امبارح اكتر من حاجه، اسمحوا لي سريعا جدا عشان وقت حلقتنا، بس لازم اتكلم فيها الحقيقه. حاجه خاصه باللاعبين، حضراتكم عارفين طبعا، وكابتن خطيب اجتمع بسعد واتكلم معاه طبعا. سعد طالع اعاره لمده سنتين،
لكن يهمني جدا واحنا بنتكلم على اسم زي سعد سمير نشوف النادي الاهلي بيبص ازاي لاولاده اللي بجد اخلصوا ليه واللي حطوا انتمائهم للنادي قبل اي شيء تاني. وسعد الحقيقه مش ممكن ابدا تفتكر له في يوم من الايام انه عمل مشكله او انه ما التزمش او انه اعترض على انه ما بيشاركش او انه اشترط رقم معين مثلا وهو بيجدد التعاقد بتاعه او انه كشر في لحظه من اللحظات نتيجه عدم المشاركه. لكن بالعكس، ورغم انه لفترات طويله كان يمكن مش موجود كلاعب اساسي في النادي الاهلي، لكن دايما كان حاطط اعتبار قدام عينيه، وده المطلوب دايما من ولاد النادي الاهلي، انه مصلحه النادي قبل اي شيء. وكان ليه الحقيقه دور ايجابي جدا، على الرغم انه انا مدرك انه مشاعر اي لاعب مش بيشارك في فتره من الفترات ممكن على اقل تقدير تاثر على حالته النفسيه، تخليه ياخد جنب، ممكن ما يعترضش، لكن ممكن ما يكونش ليه دور ايجابي. وده الحقيقه اللي ما عملوش سعد، الحقيقه كان دايما مقدر اهميه وجوده واهميه خبرته الكبيره جدا مع النادي الاهلي، وعشان كده النادي الاهلي وسعد خارج قال له احنا دايما في ظهرك، وقرار اللي انت هتاخده محل تقدير مننا وموافقين عليه، وفي يوم من الايام لابد انك انت ترجع لبيتك حتى ولو ما كانش جوه الملعب، اكيد هيكون ليك دور في كيان النادي الاهلي وفي مستقبل النادي الاهلي. وده مثل مش بس عشان تقديرا لقيمه سعد سمير، لكن كمان مثل مهم جدا يكون واضح، ورساله مهمه جدا تكون واضحه لكل الاجيال اللي جايه. عندنا كتير وتفاصيل كتير جدا في حلقتنا وموضوعات هنتكلم فيها، وهنستقبل تارديلي طبعا نجم الكرة الإيطالية في السادسة، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. طيب، احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة معانا اسم كبير جدا في عالم الكرة الإيطالية، ماركو تارديلي، واحد من نجوم طبعا المنتخب الايطالي اللي حققوا كاس العالم. واعتقد كمان اهميه اللقاء كانت يعني مرتبطه بتوليه الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه مدير فني لمنتخب مصر. ماركو تارديلي، بشكرك جدا على ظهورك معانا على شاشه الاهلي، واهلا بيك في السادسه. مساء الخير على الجميع، ومساء الخير على جمهور الاهلي، واريد ان اهني الاهلي بفوزه بدوري ابطال افريقيا. لقد علمت ان الامس الامر قام الاهلي بتدشين النجمه العاشره على التيشيرت التاريخي للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. خليني بدايه يعني قبل ما ادخل في رؤيتك لمنافسات الشامبيونز ليج والمنافسات الاوروبيه وطبعا فرص الفرق الايطاليه، يهمني ابدا الحقيقه بملف منتخب مصر، وعايز اعرف ارجع معاك فلاش باك كده، قصتك مع منتخب مصر، انطباعاتك عن الكره المصريه، ايه الذكريات اللي ما زلت محتفظ بيها من الفتره اللي توليت فيها او يعني كنت بتشتغل فيها كمدير فني لمنتخب مصر؟ quando sono stato allenatore io era un calcio egiziano che poteva crescere con dei عندما كنت مدربا لمنتخب مصر كانت الامور مختلفه عن الايام التي نعيشها الان. لقد جئت الى مصر واردت تغيير الكره المصريه، لكن دعني أقول لك وأكون صريحا، الأجواء في مصر صعبة جدا، وقد قابلت العديد من الصعوبات في التعامل والتأقلم مع العقلية المصرية وعقلية، دعني لن أريد أن أقول العقلية المصرية كالشعب المصري لكي لا تتفاقم الأمور، لكن مع المسؤولين المصريين في اتحاد كرة القدم لم يعطوا لي الفرصة كاملة لكي أتأقلم في الأجواء. كانوا يتدخلون في العديد من الأشياء، وكان الجهاز المعاون يتدخل دائما في أعمالي. إيه الحاجات اللي شاف ماركو تارديلي أنه لابد من تغييرها في منظومة الكرة المصرية، سواء تحقق منها شيء أو حتى لم يتحقق؟ أريد أن أقول لك أن أحترم الشعب المصري وأحترم الكرة المصرية، هذا قبل كل شيء، والكرة المصرية لديها العديد من الأساطير المحليين والذين يلعبون في أوروبا، لكن يجب أن تتغير عقلية المسؤولين في الكرة المصرية، يجب أن تتم إعطاء الفرصة للمدرب لكي يأخذ وقته. يعني اللي فهمته من كلامك انه انت ما خدتش فرصتك بشكل كامل، ايه المعوقات اللي انت واجهتها اثناء فتره توليك مسؤوليه منتخب مصر؟
No, 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 non è che non mi hanno dato l'occasione. Poi لكي أكون صريحا أعطوا لي الفرصة لكن لم يعطوا لي الفرصة كاملة كانوا يتدخلون دائما في الأمور في كل مباراة اللاعبون دائما يتحدثون معي لماذا أنا أجلس احتياطيا المدرب المساعد دائما يأتي وأقول ويقول لي رأي من غير ما أطلب ذلك مع انتهاء التجربة انقطعت علاقتك بالكرة المصرية ولا استمرت على الأقل متابعتك ليها استمر تواصل منك مع بعض الموجودين اللي اشتغلوا معاك او اللي كانوا بيتولوا المسؤولية في التوقيت ده لا 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 اتابع الكرة المصرية عندما كنت مدرب بالأمر كنت اتابع الأمر لكن بعد انتهاء علاقتي بمصر كمدرب للمنتخب انقطعت علاقتي بعد الشيء لكن لا أحد ينكر محمد صلاح سفير مصر في ليفربول وكان سفير مصر في إيطاليا واتابع العديد من اللاعبين المصريين طيب أروح معاك لملف بطولة دوري أبطال أوروبا ويبدو أن المنافسات بادية في منتهى القوة خصوصا ان احنا عندنا مواجهات من العيار الثقيل خليني بداية اشوف رأيك في انطلاقة البطولة عندنا طبعا ماتشين يمكن كانوا الاهم خسارة البارسا على ارضها من بايرن ميونخ وخسارة مانشستر يونايتد الحقيقة عامل ميركاتو اكتر من رائع امام يانج بويز السويسري ازاي شفت النتائج دي وهل كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ يجب أن تذكر أيضا يوفنتوس لماذا لم تذكر يوفنتوس أمام مالمو ويوفنتوس طبعا بالتأكيد أقول لك قد رأيت بالأمس مباراتين كبيرتين ثلاثة مباريات بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم حاليا الذي يسيطر ويهيمن على البطولات الأوروبية والألمانية بايرن ميونخ يعتبر أقوى فريق الآن وقد يفوز بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد أيضا مرشح اليوفا الذي لم تذكره هو أيضا يبقى مرشح رغم أنه يعاني في الدوري الإيطالي لكن أقول لك أن دوري أبطال أوروبا هذا العام سيكون مليئا بالمفاجآت طيب النهاردة عندنا ماتشين من العيار الثقيل برضو عندنا ماتش الأول هيجمع بين الإنتر والريال والماتش الثاني بين ليفربول وبين إي سي ميلان إزاي بتشوف المواجهتين دول وبشكل عام يعني سواء كنا بنتكلم على الانتر على الميلان على اليوفي ماركو تارديلي شايف ازاي فرص الفرق الايطاليه والانديه الايطاليه في انها تكون منافس حقيقي على لقب تشامبيونز ليج ما ho detto prima ci sono nel campionato europeo ci sono squadre molto forti في البطولة الأوروبية هناك العديد من الفرق الأوروبية الأقوياء ليس فقط الثلاث الإيطاليين الذي ذكرتهم هناك مانشستر سيتي قوي جدا ومرشح هناك باريس سان جيرمان عندما نتحدث عن المنافسة لكن إذا لا أنا بسأل بس على فرص المنتخبات الفرق أو الأندية الإيطالية في تحقيق اللقب أنا أدرك تماما أنه بايرن ميونخ فريق مرشح أو بطل مرشح ومحتمل بي اس جي نفس الحكايه مانشستر سيتي لكن من وجهه نظر ماركو تارديلي هل الانديه الايطاليه عندها القدره على انها تنافس او انها تحقق لقب الشامبيونز ليج؟ إذا كنت تريد أن تعرف إذا كان الأندية الإيطالية قادرة على الوصول بعيدا في دور أبطال أوروبا أقول لك أن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة للميلان وبالنسبة للإنتر وبالنسبة لليوفا اليوفي قد لديه بعض الإمكانيات التي تؤهله للعب النهائي لكن الفوز في دور أبطال أوروبا صعب جدا خاصة بالنسبة للإنتر الذي استغنى عن بعض اللاعبين في الميركاتو والميلان الأمر صعب بالنسبة لهم من اكتر من 10 سنين نقول من 15 سنه او في الفتره حتى اللي انت توليت فيها منصبك كمدير فني لمنتخب مصر لما كنا بنتكلم على دوري الابطال كنا لازم نحط يوفنتوس وانترناسيونالي واي سي ميلان كفرق مرشحه بقوه وكان الميلان الحقيقه يمكن تحديدا في الفتره دي متفوق باكتساح وعدد القاب تشامبيونز ليج كبير جدا يمكن هو الثاني من بعد ريال مدريد ايه اللي حصل للكره الايطاليه ليه حصل التراجع ده على مستوى الدوري المحلي اللي فقد كتير من بريقه لصالح دوريات تانية وعلى مستوى المشاركة في بطولات كبيرة زي بطولة تشامبيونز ليج تتحدث عن أمر عظيم انهيار الاقتصاد في إيطاليا الفرق التي ذكرتها الآن السيتي وبي اس جي وبرشلونة وريال مدريد هؤلاء علية القوم في أوروبا ولديهم الأموال ويدخون الأموال
الانتر ها منداتو ليا cioè ha venduto الانتر الان عندما فاز بالدوري الايطالي العام الماضي ماذا فعل الانتر؟ قام بالاستغناء عن اقوى اللاعبين في الفريق، قام بالاستغناء عن لوكاكو، عن اشرف حكيمي. لماذا؟ كيف تفوز بدوري ابطال اوروبا وانت تستغنى عن القوام الاساسي من اجل المال؟ لذلك نعود الى الدائره التي نجور فيها، المشكله الاقتصاديه التي تعاني منها ايطاليا والانديه الايطاليه. هذا كل ما في الموضوع. طيب بمناسبه الكلام على الميلان، يمكن تصريحات ويهمني اسمع تعليق ماركو تارديلي عليه، تصريحات من المسؤولين في نادي الميلان بيقولوا فيها انه يجب علينا ان احنا نستلهم تجربه ليفربول عشان نرجع الميلان في الطريق الصحيح. متفق مختلف؟ شايف ايه اللي ممكن يعمل النقله للفرقه الايطاليه وخصوصا الاي سي ميلان؟ ليفربول لديه كل شيء، فريق عظيم ولديه تاريخ كما الميلان في ايطاليا، لكن ان يقوم المسؤولين في الميلان بأنهم يريدون تكرار تجربة ليفربول، أنا أود أن أوجه رسالة لهم من خلالك، هل لديكم أموال ليفربول؟ إذا دعنا نرى هذا. الأموال هي التي تصنع الفرق من وجهة نظر ماركو تارديلي، ولا في رؤية وفي قدرة على اكتشاف مواهب وفي قدرة على يعني اكتساب نجوم؟ يضحك ماركو تارديلي ويقول المال شيء هام، لكن عندما يكون اللاعب يجلب أموال لنادي والعكس صحيح، إذا المال يصنع الفارق بجانب اللاعب. متفق، وإن كانت تجربة زي تجربة بايرن ميونخ وهو فريق ما بيعتمدش على شراء نجوم بالملايين، ولكنه دايما عنده قدرة وعنده حظوظ في المنافسة على كل الألقاب. أروح معاك لملف جوزيه مورينيو، إزاي بتشوف حظوظه وإزاي بتشوف الموسم الأول ليه مع فرقة روما؟ لا نريد أن نتحدث عن حظ مورينيو، ليس محظوظ، مورينيو ماهر ومورينيو لديها العديد من المؤهلات التي تؤهله لكي يدرب أعظم الفرق في العالم، وقد درب أعظم فرق في العالم، درب الإنتر، درب ريال مدريد، ويستحق أن يدرب روما وسيعود مع روما من البوابة الكبرى. مورينيو هو رجل مهم جدا للكرة الإيطالية. إيطاليا هذا العام لديها العديد من عظماء المدربين، لديها مانسيني، لديها سيموني إنزاجي، لديها مورينيو. إذا مورينيو سيصنع الفارق مع روما. مانسيني غير من شكل ومن طريقة وأسلوب الكرة الإيطالية بشكل عام، وظهر ده في اليورو 2020، وهل تتوقع أنه يستمر ويبقى عنده قدرة على المنافسة على لقب زي مثلا بطولة كأس العالم؟ يجب أن نعلم الشيء أهم، أن مانسيني قام بصنع الفارق وغير الطريقة الإيطالية. نحن سعداء في إيطاليا، مانسيني كان صديقا لي في المنتخب الإيطالي، نتحدث دائما، غير الكرة الإيطالية وغير العقلية وغير عقلية اللاعبين، وبدأ يضخ العديد من الشباب بجانب الكبار، وبدأت تظهر الجواهر الإيطالية. أقول لك يجب أن نحارب من أجل الفوز بكأس العالم، نستطيع أن نرى تارديلي آخر. طب بمناسبة انه كلامك طبعا عن محمد صلاح، بانه بما انه واحد من اهم النهارده النجوم في العالم كله مش بس في انجلترا او في ليفربول، وبمناسبة كمان انه انطلاقة صلاح تحديدا كانت في الدوري الايطالي وتحديدا مع روما طبعا فترة سباليتي، ليه ما شفناش تكرار لتجربة صلاح؟ بما انه كلامك على انه الاندية الإيطالية ما عندهاش قدرات اقتصادية كبيرة جدا، كان من المنطقي انه يبقى في محاولات لاستنساخ تجربة صلاح، بحث عن لاعب موهوب، صفقة ما تكونش مكلفة للأندية، واعتقد انك انت دربت في مصر وشفت لاعبين كتير في مصر ممكن يكونوا تجارب ناجحة في الدوري الإيطالي. صلاح يجب أن نتحدث أن صلاح طفرة في الكرة المصرية. عندما جاء إلى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا إلى إيطاليا ثم انتقل إلى روما، اللاعب اشتغل على نفسه وتعب وكان يتدرب كثيرا. صلاح طفرة ويجب أن نحيي صلاح، وتم وتطور في روما ونشأ في ليفربول. لكن ليه ما كانش يكون في تفكير على
انه يكون في كتير من اللعيبه المصريين، يعني اعتقد ان صلاح فتح الباب للاعبين المصريين لان هم يكونوا محترفين في دول اوروبا. اعتقد انه ايطاليا دايما هي حلم بالنسبه لكل اللاعبين المصريين. هذا ليس حقيقي لان الانديه الايطاليه كل يوم والوكلاء ينظرون دائما الى مصر، لكن صعب ايجاد محمد صلاح اخر، صعب بالعقليه. اللاعب ليس فقط يكون بعمل الدريبلينج ويسجل اهداف، العقليه الاوروبيه غير. صلاح نجح في تخطي ذلك وانا سعيد به. طيب اروح لملف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. انتقال ميسي طبعا في صفقه يعني أذهلت العالم كله أو أصابت العالم كله بصدمة من بارسا لبي اس جي، وانتقال أيضا رونالدو من اليوفي كان بمثابة صدمة لعشاء اليوفي، وانتقاله ل أو عودته مرة ثانية لمانشستر يونايتد. من وجهة نظرك رأيك في الصفقتين، وهل تتوقع أن هم يحققوا نجاح في المرحلة دي من حياتهم في الملاعب مع الأندية دي، ولا ممكن تردل يكون ليه وجهة نظر ثانية؟ كريستيانو رونالدو يصنع الفارق في أي فريق في العالم لأنه كريستيانو رونالدو. وأقول لك الشيء، كريستيانو رونالدو خروجه من اليوفي ليس بالمفاجأة، قام بعمل مشاكل مع الليجري وقام بعمل أشياء كثيرة رفضها أندريا أنيلي رئيس النادي ورفضتها إدارة اليوفنتوس، لأن مهما كان عظمة كريستيانو رونالدو اليوفي أعظم منه وسيبقى اليوفي فريق كبير. طريقة خروج كريستيانو رونالدو كانت مهينة لإدارة اليوفي ومسؤولين اليوفنتوس. هو ليس اعظم من اليوفي ولن يكون اعظم من اي فريق، لكنه يصنع الفارق اينما ذهب كريستيانو رونالدو. بس كل التقارير اللي اتكلمت على رحيل رونالدو من عن يوفنتوس كانت بتتكلم على عدم رغبه يوفنتوس في الحفاظ على رونالدو كواحد من لاعبيه. يعني القرار كان قرار اليوفي مش قرار رونالدو بالرحيل عن اليوفي. In Italia non si parla di questo. In Italia si parla che c'erano problemi economici. في إيطاليا لن يتحدثون على ذلك. هناك بعض الأمور المخفية شيئاً ما. لكن أنا قريب من النادي وأذهب إليه دائماً. الصحافة لديها حديث ونحن لدينا حديث والحقيقة لديها وجه آخر. المشكلة الاقتصادية هي التي أطاحت برونالدو خارج اليوفي. تتوقع إنه ميسي بالمناسبة برضو يحقق نفس النجاح اللي حققه لسنين طويله جدا مع سكواد البارسا؟ يعني وجوده طبعا الى جانب نيمار، دي ماريا، دراكسلر، امبابي، هل تتوقع انه يقدر يحافظ على نفس مكانته كواحد من افضل اللاعبين في العالم، يحقق نفس النجاح مع البي اس جي زي ما حصل مع برشلونه؟ ميسي ذهب إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري أبطال أوروبا، يستطيع الفوز به. ميسي لوحده فريق، فما بالك بالذي يلعب بجانبهم الآن نيمار ودي ماريا وإيكاردي وفيراتي؟ ميسي لوحده يستطيع أن يقود فريق. طيب. وانا اعتقد ان ميسي سوف يحقق نجاح عظيم في بي اس جي. هاوصل معاك لفقره الاختيارات، عايزك بدايه تختار لي اقوى ثلاث منتخبات من وجهه نظر ماركو تارديلي على مستوى العالم، واقوى ثلاث انديه من وجهه نظر تارديلي على مستوى العالم برضه. ما قاعد انا ناشيونالي بلو فورت سونا سيمبر لي سوليت. الثلاثة منتخبات الأقوياء دائما هما التي تعرفهم أنت ويعرفهم الجميع، إيطاليا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين، دائما لا نستطيع أن نقوم بإخراجهم من التصنيف. العظماء والكبار في عالم كرة القدم كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي غريب أنك أنت تختار ألمانيا في التوقيت ده وتستبعد منتخب زي منتخب فرنسا او منتخب زي منتخب بلجيكا. انا لا اقول انني افضل المانيا، انا اقول ان منتخب بلجيكا عندما كان في دوري الامم الاوروبيه الاخير لم يقدم المستوى المردود منه. انت تتحدث عن الافضل والافضل من يفوز. ألمانيا عظيمة وتصنع دائما الفارق، بلجيكا ينقصها شيء هام. من حديثي معك أنت تتابع الكرة العالمية والكرة الأوروبية، لكن ماذا فازت بلجيكا؟
طب وعلى المستوى الأندية يعني من وجهة نظرك أقوى أندية على مستوى خلينا نقول أوروبا، ومين النادي اللي ممكن يكون بيقدم الكرة اللي بتمتع ماركو تاردالي؟ Qual è il club che ti piace guardarlo? A me il calcio piace tutto, mi piaceva molto il Barcellona di انا اعشق الكره ده القدم كلها لكن برشلونه دائما المفضله لي تكون لي كيف وقد خسروا بالامس امام بايرن ميونخ بالثلاثه لكن البارسا التيكي تاكا ولدت في الكامب نو وفريقهم تاني دائما بي اس جي يمتعني روما هذا العام امتعني في الثلاثه جولات افضل ثلاث مدربين من وجهه نظرك افضل ثلاث مديرين فنيين هناك مدربين كثيرين في يستطيع ان يقول في ايطاليا فقط لا في في اوروبا يعني in Europa, في, في اوروبا in Europa, in Europa. Parliamo di in Europa in generale in Europa non solo in Italia in Europa vogliamo لو ايطاليا هيبقى كونتي واليجري ومانسيني يعني مش محتاجه مش عارف تتفق ولا تختلف لكن خلينا نوسعها اكتر في اوروبا In Europa, all'afdal بالنسبة لي ويستحق توماس توخيل مدرب تشيلسي قام ببناء فريق عظيم في تشيلسي فاز بدوري أبطال أوروبا غوارديولا دائما في المركز الأول والثاني ويعمل عمل عظيم مع مانشستر سيتي والمركز الثالث هناك العديد يجب أن تختاره أنت دعني أقول لك من هو الأفضل من وجهة نظرك اعتقد انه يعني هانس فليك من الاسماء المحترمه جدا جوارديولا لابد انه دايما يكون في الحسبان ومورينيو لابد ان احنا برضو باعتبار تاريخه والسي في كلهم اسماء محترمه امتى ممكن نشوف لاعب ايطالي بينافس على لقب افضل لاعب في العالم questo non lo so sinceramente è difficile poterlo dire أنت صريح وأنا سأكون صريح معك الأمر في إيطاليا صعب أن يقوم لاعب إيطالي بأفضل لاعب في العالم يجب أن يفوز اللاعب بأشياء كثيرة فازوا بدوري أبطال أوروبا جورجينيو مفضل هذه الأيام لن يوجد لاعب قد ينافس على أفضل لاعب في العالم من واقع مشوارك الطويل مستر تاردالي سواء كلاعب طبعا من اكبر الاسماء اللي لعبت لمنتخب ايطاليا او حتى كمدير فني لو طلبت منك توجه نصيحه للاعب المصري ايه ممكن ايه تكون الرساله او ايه النصيحه اللي تحب توجهها له giocatore egiziano forte conosco solo Salah إذا سمحت لي أن أفجر هذه المفاجأة دربت في مصر كثيرا وشاهدت العديد منهم اللاعب المصري القوي بالنسبة لي محمد صلاح ولا يوجد غيره يجب أن تتغير عقلية اللاعب المصري يجب أن يشتغل على نفسه كثيرا يجب أن يكون طموحه أوروبا والعالم أنت مصري من منهم لديه الطموح الذي لدى صلاح؟ أنا بعتقد إنه صلاح غير كتير في على أقل تقدير رغبة أو سقف الطموحات بالنسبة للاعبين المصريين، لكن تبقى العقلية مفيش شك ومتفق معاك بنسبة 100% هي الأهم، الموضوع مش موضوع قدرات وإمكانيات فقط لكن كمان المنتاليتي أو العقلية اللي تسمح للاعب بالتعامل مع كيانات محترفة مع منظومة كروية إلى حد كبير جدا متطورة في معظم دول أوروبا تبقى هي العامل الأهم والفارق الحقيقي. بشكرك شكرا جزيلا طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا نجم الكرة الإيطالية ماركو تارديلي وطبعا المدير الفني السابق لمنتخب مصر وبيتهيألي الحقيقة حوار يعني ممتع جدا مع واحد من الأسماء الكبيرة في كرة في إيطاليا وتبقى الحقيقة الكلمة الأهم اللي قالها واللي احنا دايما بنأكد عليها وبنتكلم فيها عشان تطلع بره لا يكفي فقط انك انت تكون موهبة أصيلة أو لاعب عنده قدرات مميزة العقلية اللي عندها القدرة انها تتطور وتبقى منضبطة وتبقى محترفة جوه الملعب بره الملعب هي دي العقلية اللي ممكن يكون عندها فرصة للنجاح بره وده جزء أساسي
وأصلي وأصيل من نجاح محمد صلاح وتفوقه في الخارج. محمد صلاح ممكن ما يكونش الأعلى موهبة، وممكن يكون عندنا في مواهب كتير حقيقة جت في تاريخ مصر أعلى من محمد صلاح موهبة فقط لا غير، لكن بدون العقلية اللي عند محمد صلاح لم تكن لتحقق أي نجاح يذكر في ملاعب أوروبا، في إيطاليا وفي ليفربول وفي غيرها من أندية. حتى ولو استمر مشوار صلاح أعتقد أنه عنده قدرة دايما على التطور وعلى تجديد الطموح والأهداف بشكل حقيقي. طبعا ده كان كلامنا وحوارنا مع ماركو تارديلي. خليني سريعا جدا اعدي على مجموعه من الاخبار المهمه. احنا اتكلمنا عن تمرينة النادي الاهلي، لكن خليني اقول لحضراتكم كمان ان مستر موسيماني هو بيستعد للمرحله اللي جايه. طلب من دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي تقرير مفصل عن حاله اللاعبين في الفريق بشكل كامل عشان كمان يطمن على موقف اللاعبين اللي كانوا متصابين في الفتره اللي جايه، وهل هيقدروا ان هم يسافروا في المعسكر المغلق. احنا هنسافر معسكر في اسكندريه عشان نلعب ماتش الطلائع، وهنفضل بعدها في اسكندريه كمان عشان نلعب مع امبي ان شاء الله باذن الله في ماتش في مسابقه كاس مصر. احنا اطمنا نوعا ما. طبعا بيرسي تاو غالبا هيكون بعيد لفتره، عنده مزق في العضله الضمه. عندنا كمان اكرم توفيق، وان كان اكرم حالته الطبيه زي ما تاكدنا من دكتور احمد هو بيلعب يعني لابس ماسك وبيشارك بشكل طبيعي جدا في التمرين. محمود متولي اشتكى من الام في اوتار الركبه، ويعني اعتقد مش هياخد وقت ان شاء الله ويكون جاهز في الفتره اللي جايه. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وصل خلاص القاهره، مفترض انه بكره ان شاء الله الساعه 1 هيكون في مؤتمر صحفي عشان اتحاد الكره يقدم مستر كيروش، وبعد كده هيكون في مؤتمر للصحفيين يتكلم فيه كارلوس كيروش عن يعني رؤيته للمرحله اللي جايه، هيشتغل ازاي، عايز ايه. طبعا حصل بعض التعديلات في جدول مسابقه كاس مصر عشان يدوا الراجل مساحه اكتر يحضر، يعمل معسكر عشان يحضر طبعا لماتشين بتوع ليبيا في منتهى الاهميه، والراجل لسه طبعا ما عندوش فكره عن اي شيء، وبالتالي مفترض انه هيتم تاجيل دور الماتشات بتاع دور الثمانيه وقبل النهائي لبطوله كاس مصر عشان المنتخب يدخل معسكر مغلق. نروح للجان النهارده، خبر مهم يمكن اتحاد الكوره برئاسه طبعا مهندس احمد مجاهد. بدايه ده خبر مبهج، يعني على المستوى الشخصي ده رايي الشخصي طبعا، انه تعين اسم زي عصام عبد الفتاح رئيسا لجنه الحكام ده شيء الحقيقه اعتقد انه تطور ايجابي جدا ورهان كبير جدا على اسم محترم الحقيقه كابتن عصام عبد الفتاح انه يتولى مسؤوليه لجنه الحكام، وهيقوم بالفعل بتشكيل اللجنه الجديده عشان تبتدي من اول اكتوبر اللي جاي. لجنه الحكام الحاليه مكمله بقى معانا الشهر ده. كمان في بعض الاسماء اللي تقرر تعيينها، يعني المستشار محمد عبده صالح هيتولى رئاسه لجنه الانضباط، دكتور عادل موسى هيكون رئيس لجنه شؤون اللاعبين، وخالد كامل هيكون رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني، اما لجنه مسابقات القسم الثالث فهيترأسها عادل محفوظ. اللجنة مسابقات القسم الأول هتتأجل لغاية لما نشوف بقى موضوع رابطة الأندية، وده ملف احنا هنفتحه مع حضراتكم. أنا عارف ناس كتير ما تعرفش إيه موضوع رابطة الأندية، دورها إيه، صلاحياتها إيه، تشكيلها إزاي، حتى تأثيرها على موضوع المسابقات، انضباطها، كل ده هيتم طبعا إزاي، هنطرحه في السادسة إن شاء الله مع حضراتكم في بداية الأسبوع اللي جاي. في بعض اللجان زي لجان فض المنازعات، تراخيص الانديه، اللاعبين المحترفين، ولجنه التطوير هيتم اختيار رؤسائهم في وقت لاحق. خلينا نروح بقى لفاصل سريع، نرجع بعده نفتح ملف الكره العالميه، تشامبيونز ليج، ماتشات النهارده، عندنا ماتشين نار، ضرب نار، انتر وريال، وعندنا كمان طبعا نجمنا صلاح ليفربول في مواجهه ميلان، كل ده في السادسه بس بعد الفاصل. هنتكلم بقى على الحلاوه والجمال والشياكه والمتعه، وقول زي ما انت عايز تقول. هتسميه عقده خواجه؟ عقده خواجه. انا الحقيقه نفسي وشايف انه احنا عندنا امكانيات تسمح لنا انه الصوره الحلوه اللي بنشوفها في ملاعب اوروبا تبقى موجوده عندنا في مصر. المنظومه دي على بعضها اللي مخليه الكوره مصدر للبهجه والمتعه لكل الانديه ولكل جماهير الانديه. تابعنا انطلاق طبعا تشامبيونز ليج وشفنا ماتشات وشفنا نتائج مش متوقعه، لكن اللقطه الاهم السنه دي هي عوده الجمهور للمدرجات اللي عامله حاله
مرجعتنا للكرة الحلوة بتاعت زمان. يبقى أسماء النجوم مهمة جدا، والأندية والمنافسة والأجهزة الفنية كل ده على عيني وعلى راسي ما أقدرش أنكره، لكن كل ده في وجود الجمهور مخلي المسابقة ومخلي البطولة في حتة تانية خالص. نتكلم أكتر على انطلاقة الشامبيونز ليج وعلى ماتشات النهاردة، مواجهات من العيار التقيل. امبارح كان في مفاجآت كبيرة الحقيقة ما كانتش متوقعة، هيشرفنا النهاردة في السادسة الصاعد الواعد مينا ماجد. أهلا يا مينا، منورنا. والاطلاله الجديده لاول مره احمد مصطفى، اهلا بيك يا ابو حميد. حبيبي كابتن احمد، بنورك طبعا. بدايه كده بس قبل ما ادخل في تحليل وماتشات تشامبيونز ليج السنه دي، مين مينا؟ صعب. لا اختار لي، قول لي 1 2 3. ما انا السنه اللي فاتت علمتني ما ينفعش اقول اسم واحد. معلش 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 معلش، ممكن تختار حاجه من بعيد برضو يعني، ممكن تقول لي يانج بويز ويانج بويز يعملها فاجيب لك الحلقه على طول. افضل اقول بايرن ميونخ. بايرن ميونخ، بايرن ميونخ. احمد انا مانشستر والبايرن. اليونايتد ولا السيتي؟ مانشستر يونايتد. يونايتد والبايرن وفرقه ثانيه تبقى من وجهه نظر مختلفه خالص، تشيلسي. يعني تشيلسي تشيلسي بالنسبه لي حاسس ان هي ممكن عملت موسم برغم ان اخذت دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، بس حاسس ان هي السنه دي هتبقى قويه جدا، وممكن توصل لو دخلت في المجموعات اللي قبل النهائي كده هتقدر تكسب البطوله. يعني انتوا الاثنين شايفين انه بي اس جي ما عندوش فرصه انه ينافس على تشامبيونز ليج السنه دي؟ انا تعليق على حاجه واحده افضل بقولها، ان لسه محتاج اختبر ماوريسيو بوتشيتينو. بوتشيتينو انا بحبه جدا من ايام ما كان في هو مدرب كويس على فكره، مدرب كويس جدا. مشكلتي الوحيده معاه فكره المينتاليتي بقى بتاعته، هل هتتغير من بعد الفرقه كان بيلعب فيها سواء ساوثهامبتون او توتنهام ووصل فاينل معاهم؟ لكن دلوقتي هو بقى معاه سكواد كامل، كان بيعاني مع توتنهام والاداره والصرف وكل الكلام ده، الحياه مختلفه تمام دلوقتي بسكواد شبه كامل. هنشوف هنختبره في الاول في الدوري الفرنسي، المفروض هو سهل نسبيا، ونشوف هيعمل ايه بقى في الشامبيونز ليج والماتشات الاونلاين. محمد انا شايف ان باريس سان جيرمان كتر النجوم ده برضه هيبقى الموضوع فيه مشاكل كتيره، وهيبقى نفسيات بقى طبعا. هيبقى الموضوع صعب، وكمان انت برضه هتلعب مين؟ يعني هتيجي برضه، انت هتيجي على حد جامد، هتيجي على حد لعيب جامد، لعيب كبير في الملعب. يعني احنا لو قلنا ميسي ومبابي ونيمار هيلعبوا الثلاثه برضه كتر النجوم، لان مبابي اصلا كان عايز يمشي. احنا طبعا شفنا اخر يومين في الانتقالات امبابي كان عايز يروح ريال مدريد، وهم طبعا تعمدوا طبعا ان هم ما يمشيش طبعا، لان ناصر خليفي كان عايز رقم معين، عايز هو قال بالظبط انا عايز الرقم اللي انا دفعته في امبابي ده. ريال سمعت انه وصل عرضه ل 200 مليون، هو 200 هم كانوا عايزين الرقم 220 مليون يورو. كنت بسال مين المره اللي فاتت كانوا باعوا امبابي ب 200 مليون وجابوا رونالدو يلعب مع ميسي، وما قلنا كده والله كان نفسنا كده الصراحه. طيب خليني اخدكم للمان يونايتد، نبتدي بالمان يونايتد اللي بدا في الدوري الانجليزي بدايه قويه جدا. رجوع رونالدو تحسه كده كمل شخصيه البطل اللي افتقدها المان يونايتد لمده يعني سنين طويله الحقيقه، وكان بيحاول يرجعها. فشلت نجوم كتيره انها تعمل ده، يبدو انه لقوا المعادله في رونالدو. لكن فوجئنا بيهم امبارح مع يانج بويز السويسري، فريق يعني مش من الفرق القويه قوي في اوروبا، خساره بنتيجه 2-1. واول حاجه احب ابدا برقم، انا بحترم الارقام وبشوف ان الارقام عاده ما بتكذبش. سولشاير 11 ماتش مع مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج، 7 خسائر مش 7 مكاسب، 7 خسائر، منهم ماتشات شبه دي قدام بشاكشير فريق تركي وغيره. هنتكلم انه يمكن مانشستر يونايتد الصيف ده، احنا كنا بنتكلم انه ده نهائي اليوروبا ليج السنه اللي فاتت، مدين ده استكمال الكلام اللي عايزين نجيب بقى فيه. مانشستر يونايتد السنه دي عمل واحد من افضل الميركاتوز في التاريخ فعلا، فاضلهم لعيب واحد محتاجينه، لعيب نص ملعب دستروير، ده الشيء اللي بيفتقدوه، ويمكن عندهم سكوت ماكتوميني اكتر واحد بيعرف يلعب الدور ده. وماتيتش برضه وماتيتش لعيب مهم جدا، الفكره كلها في عنصر السن. فانا في رايي ان الحاجه الوحيده اللي لسه بتنقص فعلا مانشستر يونايتد هي مدير فني. سولشاير في رايي اداري ناجح جدا، اسم اصغر من مان يونايتد، لسه محتاج الخبرات. هو ما ضربش غير مولده هناك في النرويج، هو صحيح عمل معاهم نتائج كويسه وكسب معاهم الدوري، واحد من طلعوا ايرلينج هالاند هناك، ولكن بتكلم ان هو اداري ناجح جدا. هو راجل بيعرف يتعامل مع الفريق، وبيعرف يخلي الناس دي كلها بتحب بعض زي ما هم بيتكلموا هناك في انجلترا. ده الكلام اللي ما عندوش كوره، ما عندوش كوره، ومدرب في رايي ضعيف جدا في اداره الماتشات الكبيره. والفريق ده اللي انقذ سولشاير كتير لعيبته انا في رايي هو اكتر سكواد عنده حلول فرديه. لما يكون عندك راشفورد وعندك برونو فرنانديز وعندك بوجبا وعندك جرينوود اللي الصاعد يعني اللي بيعمل له حاجات خرافيه، وسانشو اللي لسه جاي لك، موجود رونالدو. فكل النقط دي بتوديك في حته واحده، ان اللعيبه انقذت سولشاير كتير. ونقطة الطرد دي بالذات مهمة، لأن سولشاير اختبرناه مع الطرد كذا مرة، السنة اللي فاتت مع شاكشير كان مطرود من واحد وخسر، امبارح يانج بويز خسر، في الدوري الإنجليزي السنة اللي فاتت ماتش توتنهام 6-1 بعد طرد أنتوني مارسيل كانت نتيجة كارثية بالنسبة له لما برضه فقد لعيب. غير فاينل السنة اللي فاتت في اليوروبا ليج، سولشاير مش بيعرف يدير الماتشات الكبيرة. أبو حميد
بما انك مرشح المان يونايتد يوسف، فخليني اسمع رايك في ماتش امبارح. انا مختلف مع مين وماتش امبارح طبعا يعني ليه ظروف ثانيه خالص، ان في احداث كتيره حصلت في المباراه. طبعا اولا هي مشكله سوسكاير بس ان هو بيعمل روتيشن في اوقات حاسمه، يعني انت داخل بطوله اوروبا طبعا، ففي اول لقاء لازم طبعا تبقى اول طبعا 3 بونت مهمين جدا، فانت كنت محتاج ان انت تبدا بنفس التشكيل اللي انت بدات بيه نهيت بيه اخر مباراه في الدوري الانجليزي وانت كسبان 4-1، فكان مهم جدا هو يبدا بنفس التشكيل. هو امبارح لعب في التشكيل كتير، فبدا خلى شكل مانشستر يونايتد برده في مشكله في نص الملعب، لان هو بدا ببوجبا غير مركزه من رقم 6 خلاه رقم 8، فطبعا هنا دي كانت مشكله امبارح في الملعب. وطبعا الطرد اللي حصل في الشوط الثاني ده اثر على مانشستر يونايتد، ومن هنا بدا الفجوه كمان لما اضطر يخرج كريستيانو رونالدو. ليه انا رشحت مانشستر؟ ان كريستيانو رونالدو زي ما حضرتك قلت ان هو هيديهم شخصيه البطل. مانشستر في اسوء اسكواد بقاله سنتين، سولسكاير شايف ان هو وصل بيهم لمرحله مهمه جدا. هو ممكن يكون محتاج وقت، لكن الوقت ده كفء لانه يتولى طبعا هو انا شايف ان هو كفء. يعني انا بختلف مع مينا في الحته دي، ان هو مدرب في وقت اللي فيه السكواد كان ضعيف جدا. احنا كنا شايفين فرقه مانشستر يعني اللعيبه طبعا مش جديره انها تلبس فانيله مانشستر. انت بتتكلم على السكواد دلوقتي طبعا، السكواد مش طبيعي. انا مش بختلف مع احمد موسى ان هو مدرب بناء وعمل فعلا ده افضل، اعتقد ده افضل سكواد من ايام سير الكس. لكن هو مش مدرب الحصاد لغايه دلوقتي، كل الاختيارات بتاعته بيفشل فيها. طيب عايز اعدي بسرعه معاكم على ماتشات امبارح عشان نتكلم بقى على ماتشات النهارده، بس خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، وخصوصا النهارده ماتشين من العيار الثقيل زي ما قلت لحضراتكم. لا 3 ماتشات بقى عشان في ماتش الثالث انا نسيته. خلينا نتكلم اكتر بالتفصيل في السادسه مع حضراتكم بس بعد الفاصل. يعني مين كان يصدق انه يجي يوم على البارسا يبقى بيعاني المعاناه دي؟ يعني انا بتكلم طبعا على انه امبارح عشاق البارسا اللي كانوا في الكامب نو بالتاكيد كانوا رايحين بيفكروا انه احنا عايزين ناخد بطارنا، الثمانيه لسه وجعانا يعني، وجاي لنا بايرن ميونخ على ملعبنا بقى، فيلا بقى فيروحوا شايلين 3. يعني الحقيقه كانت صدمه كبيره جدا لعشاق البارسا امبارح. نتيجه مينا شايفها متوقعه؟ نتيجه يعني اعتقد ان جماهير برشلونه المفروض تبقى سعيده بالنتيجه دي. يعني ده احسن الظروف، تقصد مع الرقفه يعني 3-0 مع الرقفه ده اقل الاضرار ممكن. يعني امبارح خلينا نتكلم على البايرن. البايرن مع مدير فني جديد طبعا بعد ما فليك مسك منتخب المانيا، جوليان نايجلزمان من المدربين الفنيين الممتازين، كان ماسك لايبزيج قبلها، مدير فني بيعتمد على الاستحواذ الكامل. ولد على فكره الراجل ده ولد، وانا يعني اتوقع من دلوقتي ان ده يكون بديل بيب جوارديولا لما يبطل او يسيب. اتفق معاك الى حد كبير، دي فكره كبير جدا فعلا. فهو ابتدى امبارح بال 4-2-3-1، يعني كان مريح ناس كتيره، ما كانش بادئ بجنابري، ما كانش بادئ بسيرج كومان. انا يعني اعتقد دي كل الحاجات دي كويسه في مصلحه برشلونه. الناحيه الثانيه البارسا ابتدى 3-1-4-2، عندهم صحيح غيابات كتيره، خط الهجومي تقريبا كله مش موجود، بتكلم في عثمان ديمبلي مصاب، بريثويت، انسو فاتي، سيرجو اجويرو لسه ما رجعش. ولكن الحقيقه انه الموضوع بقى صعب جدا. يعني كومان بيعاني والاضاره بتعاني، واللي خلاني بصراحه سيبك من كومان ولا ده، الجمهور بيعاني، الكل بيعاني في برشلونه يعني الاقليم كله بيعاني حاليا. لكن الغريب بالنسبه لي كانت التصريحات اللي قبل الماتش. لابورتا طالع بيقول لك عندنا ترحيل لسه حسابات عايزين نصفيها مع البايرن، واللعيبه تقول لك احنا نسينا ده في الماضي، احنا جايين ناخد بطارنا. ما شفتش حاجه من دي الحقيقه في الماتش، والارقام ما بتكذبش برضه. طيب احمد تستعرض لنا الارقام كده، الاحصائيات والجداول بتاعه المباراه، ونشوف كده مباراه او مواجهه البارسا والبايرن بالارقام. طبعا المباراه انتهت 3-0 الفرص لبايرن. الفرص طبعا 7 فرص، في منهم 3 كان حقيقيين على المرمى بالنسبه لبايرن ميونخ. وبرشلونه طبعا هي فرصه واحده بس ما كانتش حقيقيه، كانت تاخير الدنيا، كانت تاخير الدنيا كتير. الاهداف المتوقعه طبعا 2.1 وبالنسبه لبرشلونه 24%. ايوه نسبه الاستحواذ طبعا، ودي تقريبا يعني كده بايرن ميونخ عامل واجب مع برشلونه 52% 48. يعني كان في ماتش الثمانيه كان يعني اكتر من كده، من سنتين ثلاثه فاتوا كان اي فريق، اي فريق مهما كانت الاسماء اللي فيه ومهما كانت النجوم اللي فيه بينزل بتلعب البارسا، تلاقي استحواذ البارسا ممكن تجيب اجوان بس استحواذ انسى. استحواذ ده بتاع البارسا خلاص، بتلعب مع البارسا خلاص، لا انسى الكوره. استحواذ ده مفيش خالص. التمريرات الصحيحه طبعا 90%، 521 من 521 ل 582 نسبه دقه 90%. بالنسبه لبرشلونه طبعا برده نسبه التمريرات 90% من 496 ل 550. التصويبات 17، في منهم 8 على المرمى. برشلونه في 5 ولا واحده على المرمى طبعا.
والعرضيات 7 لبايرن ميونخ و6 لبرشلونه، والركنيات 1 لبايرن ميونخ وبرشلونه 2. طبعا نسخه ميسي، انيستا، بيول، داني الفيش، ديفيد بيا، الناس دي، بس هتغير الاسمين اللي فوق الجدول، يعني هتجيب برشلونه على اليمين وتودي بايرن ميونخ على الشمال، ده كان الطبيعي. لو انه حتى في الفتره دي برضه البايرن كسبوا ماتشين الاربعه والثلاثه ورا بعض بتاعت فرانك ريبيري وروبن، واحده من الماتشات الشهيره جدا. ولكن بس دي كان تبقى اللي هو في سجال، يعني في حتى مباراه فيها سجال. بالظبط. انا عايز اعلق بس على بالنسبه لبرشلونه، يعني في حاجه بسيطه، يعني الناس بس اللي بتقول ان برشلونه يعني النتيجه متوقعه، انا بس اعلق على حاجه، يعني هو كومان ما كانش متفاجئ بالنتيجه. اولا جمهور برشلونه بس لازم يقتنع بحاجه مهمه جدا في العالم كله، ان برشلونه كومان ده اصلا مدرب، هو لو بصينا على الاول ما مسك هو متفق ان هو بيبني فريق، الناس مش هتتقبل فكره ان هو هيبني فريق. لو بصينا حتى على اللعيبه اللي هو بيجيبها، وهو بالنسبه له ميسي يعني من الاسباب الرئيسيه لرحيل ميسي هو كومان على فكره، يعني الناس كلها اتكلمت. هو السؤال الحقيقه اللي لابد ان احنا نساله، ازاي انديه كبيره جدا في اوروبا، وده موضوع حلقه طبعا مش هخش في تفاصيله، بس ممكن اخد عناوين منكم، ازاي فرق كبيره كده تتعرض لهزات فتقع تغيب لسنين طويله؟ يعني تعال نبص الميلان لما كان بعبع اوروبا مثلا، وكان عفريت الشامبيونز ليج، ازاي ميلان متقهقر وبيعاني؟ ازاي مانشستر يونايتد بعد اليكس فيركسون قعد فتره كبيره برضه كان واحد من مسيطر وعلى فكره جاب مدربين كبار مانشستر، يعني جاب مورينهو وجاب حتى مدرب هولندا. ازاي برشلونه ازاي بيحصل الدروب وتروح في الغياهب وما تعرفش هترجع ولا مش هترجع تاني؟ برشلونه بالذات هي سوء الادارات، سوء الادارات تاميو كان هو ده يعني المسمار اللي في النعش. أيوه. باللي عمله باللعيبه اللي جابها وسقف المرتبات المجنون اللي حطه في النادي. طيب عشان وقتنا ندخل في النهارده بقى، نبتدي بايه؟ ابو حميد اختار لنا ماتش، تحب تبتدي ايه الماتش اللي انت مستنيه النهارده؟ عندنا كذا ماتش جامد النهارده. ماتش اجمد ماتش، يعني شايف ان هو ماتش هيبقى جامد قوي، انتر ميلان وريال. ده ماتش قوي جدا، الريال بيمر بفتره طبعا بعد انشيلوتي فتره انتعاشه مهمه جدا. انشيلوتي مدرب كبير، انا مش عايز اقول من يعني من احلى الحاجات اللي عملها بريس في الفتره الاخيره، ان هو عمل حاجات كتيره سيئه طبعا، يعني عدم تجديد راموس ورحيل طبعا لعيبه كتيره زي فاران برضه، يعني خط الظهر كله تقريبا مشي من ريال مدريد. لكن الريال لو اتفرجنا عليه في الدوري الاسباني بيلعب كوره جميله جدا وممتعه، والماتش الاخير حتى مع سيلتا فيجو لسه كسبان 5-2. مرشح طبعا طبعا. الريال هيفضل طول عمره مرشح لان هو عنده شخصيه البطل. الانديه الكبيره مهما تكون في اسوء حالاتها، انا في يورو مثلا هحكي موقف صغير بس، في اليورو طبعا مش هقول نسبه 2% قبل البطوله، انا رشحت طبعا يعني دايما برشح ايطاليا من ضمن 3 لازم يبقوا موجودين اللي هي تاخد البطوله، لان مش مع ان ايطاليا بقى لها فتره سيئه ما جاتش طبعا بعد فتره، لكن ايطاليا هتفضل طول عمرها عندها شخصيه البطل اللي هي تقدر تكسب البطوله دي. الشخصيه دي موجوده عند اللعيبه، عند هناك ايطاليا الايطاليين عندهم احساس دايما عاملين زي احنا دايما عندنا حاسين ان النادي الاهلي طبعا جرينتا. فتلاقي ايطاليا نازلين مش بيلعبوا كوره، ده نازلين بيقاتلوا. فايطاليا طبعا ممكن ما تكونش هي امتع فريق، ما تكونش اسوء، لكن مانشيني غير طبعا الفكره. طيب مين قبل ما اروح لفاصل، الماتش اللي انت مستنيه برده متفق مع احمد، انتر وريال، ولا في ماتش تاني؟ طبعا بس في ماتشات تانيه النهارده كتير حلوه لسه، ليفربول عايزين نبقى نتكلم عنه، مانشستر سيتي النهارده ولايبزيج في ماتش كوره حلوه هنتفرج عليه. طب هرجع اسمع رايك في الماتشين دول، بس خلينا نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما اروح لمينا عشان يكلمنا على ماتش طبعا النهارده، المصريين هيتابعوا اكيد ليفربول والميلان عشان نشوف صلاح هيعمل ايه. كمان في ماتش مهم جدا كان مينا بيتكلم عليه قبل الفاصل، المان سيتي ولايبزيج، لكن خليني الاول اسمع توقع احمد مصطفى لمواجهه الانتر والريال. الماتش كام النهارده يا ابو حميد؟ الماتش هيخلص النهارده 2-1 لريال مدريد. 2-1 في سان سيرو. يعني انشيلوتي بيهاجم، انشيلوتي ليه فكر، ومدرب اصلا يعني هو مدرب بتاع بطوله اوروبا، مدرب كبير وعنده خبرات ان هو يقدر يكسب الماتشات دي بتاعه بطوله اوروبا. على فكره يعني قبل ما يمشي من الريال، انشيلوتي كان واخد بطوله اوروبا مع ريال مدريد. ايه قصه فينيسيوس وبنزيما؟ فينيسيوس يعني انشيلوتي في حفله ولا ايه؟ حفله غريبه، ده بنزيما اتريق عليه من كتر ما هو بيوصل للجول ضيع الكوره ويباصي غلط. لعيب عنده امكانيات بس عنده دايما تسرع، يعني هو دايما مشكلته ان هو عنده امكانيات، عنده السرعات مش طبيعيه، مزعج للمدافعين، لكن بقى بيعمل كل حاجه ويطلع الكوره بره خالص.
فزيدان بنزيما اتريق عليه. فالحاجه الغريبه بقى الملفته ان فينيسيوس في الموسم ده مش طبيعي، يعني هو كان سبب في ان الريال يكسب 3 ماتشات لغايه دلوقتي. وانشيلوتي طبعا اتحسب له موضوع فينيسيوس ده، لان هو حرر طبعا فينيسيوس بطريقه غريبه ومديله ثقه باينه جدا في الملعب. فينيسيوس الماتش السيلتا فيجو والماتش اللي قبليه برده تحس ان هو لعيب كبير. دي المشكله، الناس كلها حتى جماهير ريال كانت بتنتقده سواء في مدريد او في اي مكان. هو فينيسيوس اتطور جدا مع انشيلوتي وهيبقى طبعا سبب كبير من وجهه نظر انه يوصل ريال مدريد للنهائي. ليفر ميلان ماتش خارج التوقعات ولا تقدر تتوقع نتيجته يا مين؟ لا اقدر اتوقع. قول لي. انا شايف ليفربول اقرب. ليفربول اقرب. ماتش اثنين ابطال يعني فعلا تشامبيونز على طول بفتكر النهائي. اه بنتكلم على خمس القاب ليفربول وسته او سبعه تقريبا ميلان. ميلان. طبعا يعني بنفتكر على طول فاينل اثينا وفاينل اسطنبول. اتفرجت على الماتش ده مينا؟ طبعا. لا ما لحقتوش. ما لحقتوش. انا اتفرجت عليه طبعا، انا كنت بشجع ميلان ساعتها. اول ماتش يمكن في الانفيلد في اجواء اوروبيه من 550 يوم. ليفربول عنده اصابتين يمكن بس في الفريق، طبعا لسه فيرمينيو مش جاهز، وهارفي إليت للاسف الاصابه الصعبه اللي حصلت في الدوري في ماتش ليدز. الناحيه الثانيه اي سي ميلان بيفتقد زلاتان ابراهيموفيتش اللي بشوفه واحد من افضل لاعبين العالم طبعا، واللي رجع الماتش اللي فات جابوا جون على طول بعد اصابه 9 شهور. مباراه حلوه، مباراه هنشوف فيها رتم سريع وكره حلوه. هو ابرا هيغيب قد ايه تقريبا؟ لا لا الماتش هو كان ممكن يلعب الماتش ده، موضوع بسيط. عنده مشكله في عروق الرجل تحت، يعني مش اصابه كبيره. ايوه. ليفربول شايف منتشي جدا في الدوري الانجليزي، ماشي بشكل ممتاز، متصدر بشكل يعني مبدئي. محمد صلاح كمان كسر ال 100 هدف وداخل خلاص قريب تجديد العقد، اعتقد مش هيبقى بعيد. الاجواء كلها في ليفربول محمسه. هيجدد ولا مش هيجدد؟ ازعم انه هيجدد. هيجدد. الاداره ما تقدرش تمشي واحد بحجم محمد صلاح دلوقتي. الراجل الرقم عليه مشكله كبيره. الكلام اللي بيتصرف في الصحافه لكن في رايي يستحقها. محمد صلاح حاليا بدون اي مبالغات مش هي فكره مش يستحقها ولا ما يستحقهاش، الفكره انه الرقم ممكن يعمل ازمه في اوضه الفريق في الفريق. دي نقطه اكيد لسه هيخش فيها مباحثات، لكن اعتقد ان ليفربول مستحيل يعني يستغنى عن محمد صلاح اهم لعيب في الفريق. الناحيه الثانيه اي سي ميلان السنه دي هو سنه تجديد الفريق، الاداره واضحه جدا. والسؤال جدا السؤال بقى اللي مستنيه عشاق، انت عارف ميلان في مصر ليه جمهور طبعا كبير كبير وفريق يعني كان مقدم اهم النجوم وفريق كان دايما بطل مرشح، شايف ان نسخه الميلان دي قادره انها تقرب من ميلان اللي احنا عارفينه ولا هتعاني السنه دي وفرص الفرقتين في المجموعه بشكل عام يا مينا؟ انا في رايي انها لسه محتاجه شويه وقت اي سي ميلان، لكن اي سي ميلان حاليا في ايطاليا، وطبعا انت عارف يا كابتن فكره الديون الكبيره جدا كانت ايطاليا، لكن اي سي ميلان حاليا هو اقل الفرق عليه تقريبا 150 مليون يورو بس. وده كان شكل الاداره مع خلاص مالديني انه قال يا جماعه ان الباب بيفوت جمال، قالها لهم فعلا هناك في ايطاليا. اي حد عايز يمشي الميلان اكبر منه، مشي دوناروما ببلاش، مشي هاكانشا انوجلو ببلاش، ابتدى يجيب صفقات صغيرين 11 صفقه لعيبه ما بين لسه شباب صغير او حتى اعارات او لعيبه بيشتريها وسايبها في انديتها لسه تاخد، زي ياسين عدلي مثلا في بوردو. مغير دوناروما بحارس انا بشوفه رائع، مايك ماينان جاي في السكه جابه من ليل، كان اكثر حارس عامل كلين شيتس وحارس رقم 2 في فرنسا. الشكل العام في الميلان مع وجود واحد زي ستيفانو بيولي بيعرف يلاعب الشباب ويوظفهم ويكبرهم، اعتقد ان الميلان هيبقى جاي. الميلان دلوقتي متصدر الدوري في ايطاليا، ده شيء برضه بيديله بوست كويس جدا. في المجموعه النهارده بتوقع ما زلت على راي ليفربول هتكسب في الانفيلد، ممكن الماتش يبقى 2-1 او حاجه زي كده، ولكن حظوظ الميلان برضه شايفها صعبه شويه. اعتقد هنشوف في اليوروبا ليج السنه دي. طيب وجود اتلتيكو صعب. نروح للمان سيتي ولايبزيج. مان سيتي طبعا طبعا ولا في خلاف؟ فريقك المفضل. لا سيتي. لا كمان متوقع انه السنه دي يعني خساره اللقب السنه اللي فاتت دافع من الدوافع اللي تخلي اللعيبه وتخلي جوارديولا اكثر شراسه، على الرغم انه انا شايف انه المنافسه اللي هيلاقوها في نسخه الشامبيونز ليج السنه دي اصعب بكتير من المنافسه السنه طبعاً اللي فاتت. ولكن غرور بيب جوارديولا ما يسمحلوش انه ممكن يفرط. مش مغرور قوي يا لا هو يعني عنده شيء جواه دي حقيقه غرور مكسب. مغرور جدا قوي دي كلمه قليله. ده شيء كويس عام في الكوره، هي ثقه بالنفس بس يعني ناس بس هو غروره. هو خلي بالك غروره بيخسره ماتشات هو بيبقى محتاجها، ماتش نهائي مثلا اوروبا تلاقيه مثلا عمل تغييره غريبه. أيوه. يعني جاذب في تغيير طريقه اللعب مره واحده. هي المجموعه دي من المجموعات البايخه يعني حلوه كوره بكوره بايخه منافسه، يعني اقصد اقول طبعا بي اس جي ومان سيتي دول نهائي يعني تشوفهم نهائي تبقى مبسوط جدا يعني. يمكن لايبزيج كمان انا بشوفه دايما فريق حلو، وهي الفكره ان يعني ريد بول بشكل عام وكل الانديه اللي تحت ادارتها بالسكاوترز بتوعها بالتربيطه دايما ان اللعيبه بتتدرج عندي من نادي لنادي. كلتشر لازم 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 تنتشر من الافضل يعني في العالم. ما بقاش فكره انك تستسهل تروح تجيب نجم، واحنا شايفين ارقام النهارده يعني لما تقول لي مبابي ب 200 مليون
مليون 200 مليون دول يعملوا فرقه يا جماعه يعني لو في ناس بتتعب شويه وبتبص في الفونسو ديفيز ده ما كانش حد بيسمع عليه في مش عارف ايه عثمان ديمبلي نفس الحكايه هالاند مثلا في بروسيا دورتموند ما كانش الناس دي ما كانتش جايبه الارقام المهوله بس ناس بتدور بتختار صح لازم الكالتشر بتاعت لايبزيج وسالزبورغ هي اللي اكتشفت واحد زي هالاند واخدوه من مولدا وادوه لسالزبورغ ونفس التدريج يمكن النهارده شايف انه الماتش طبعا في ملعب مانشستر يونايتد هناك النهارده لو جابوا جون يبقى الهدف رقم 100 ليهم في ملعب الاتحاد بالظبط يمكن في غيابات شويه في مانشستر سيتي في مركز قلب الدفاع يمكن النهارده امريك لابورتي بره الماتش جون ستونز بره الماتش فهيلعب النهارده بروبن دياز وجنبه نيثن ايكي اللي تخلي بالك شويه عليه لانه مدافع بيعمل غلطات كتير اغلب الهفوات بتيجي من عنده الناحيه الثانيه في تغييرات في الفريق عند لايبزيج خسروا كذا لعيب مهم مارسيل سابتزر واحد من اهم لعيبه نص الملعب راح بايرن ميونخ دايت اوبي مكانه هو كمان للبايرن الصفقه الثلاثيه مع المدير الفني جوليان نايجلزمان وتم استبداله بمدرب انا بشوفه رائع جيسي مارش كان ماسك ريد بول سالزبورغ بقى في نفس الاداره بيتدرج مدير فني امريكي يعني. بالظبط هو ده الرانك الاعلى فمدير فني عنده خبرات كتيره كان مساعد يعني مدرب المنتخب الامريكي في 2010 وتدرج مع سالزبورغ ومسك وراح بعد كده ليمسك لايبزيج ماتش هيبقى حلو وفريقين بيلعبوا كوره بشكل رائع ولكن السيتي اقرب كتير في رايي يعني. السيتي ولا لا السيتي طبعا السيتي اقرب كتير السيتي اقرب للبطوله ولا السيتي اقرب للماتش اقرب للصعود مع باريس سان جيرمان بس ما افتكرش ان هو هيبقى مش حاسس ان هو ممكن يكمل حتى الدور هو الماتش مش النهارده بس يعني مواجهه باريس سان جيرمان و و و والسيتي يعني شايفها ازاي هتبقى مواجهه كلها كوره كلها ممتعه لان الفريقين ما بيعرفوش يدافعوا هو لقاء سهلي مبدئيا يعني هو سهلي ماشي بس السيتي معلم على البي اس جي السنه اللي فاتت بس جوارديولا في الماتشات ديت بيعمل حاجه غريبه بيلعب بدون مهاجم لان هو عارف ان طبعا في باريس سان جيرمان هتمسك مين ولا مين يعني هيبقى موجود كان الموسم اللي فات كان دي ماريا ومبابي ونيمار دلوقتي في ميسي ودي ماريا ومبابي ونيمار بس مش ممكن كلهم يلعبوا لا ممكن يلعبوا كلهم هو ساعات ممكن يغير طريقه لعبه ب 4 2 4 هيكشف يعني اللي انت بتتكلم عليه ده معناه انه الملعب ورا مكشوف مع فرقه زي السيتي تتعبك توجعك يعني ما هو هنا بقى يعني ميسي لا ميسي بيدافع ولا امبابي بيدافع ولا نيمار بيدافع ولا دي ماريا يعني دي ماريا ساعات بيدافع يعني حتى الوينج باكين اللي جابهم سواء اشرف حكيمي او نونو مينديز هم هجوميين اكتر من دفاعيين فهنا المشكله كلها تتحط على سي دي ام سواء ادريسا جانا جي او فيراتي او حتى فينالدوم هنشوف هيعمل ايه لكن الموضوع بقى صعب جدا انا شايف ان يعني هقول لك افضل صفقه بالنسبه لي لباريس سان جيرمان طبعا هقول لك مش ميسي فهتستغرب اشرف حكيمي أشرف حكيمي اكتر من ميسي ودونا روما وفينالدوم وسيرجيو راموس يعني اكتر من افضل صفقه عملها باريس سان جيرمان انا اتفرجت عليه في الماتشات واتفرجت عليه في الانتر انا شفته في الريال كانت حتى مشي من الريال انا مشوه طبعا هو لعب ريال لعب دورتموند من دورتموند راح الانتر بس افضل فتراته الانتر الانتر ما كانش طبيعي انتر مش طبيعي فباريس سان جيرمان اتفرجت بقى عليه في الماتشات يعني تحس ان هو باك رايت نموذجي طيب عايز من كل واحد فيكم يختار نجم الجوله يعني مين اللعيب اللي قدم جوله اولى او قدم اوراق اعتماده في الشامبيونز ليج مع انطلاق المسابقه لو على ماتشات امبارح فانا شايف ان روبرت ليفاندوفسكي دايما رائع ليفاندوفسكي انا اشوفه دايما متالق احمد كريستيانو طبعا كريستيانو بالنسبه لي ان هو يدي مانشستر يحول فرقه انا شايف ان مانشستر كانت فرقه عاديه جدا حتى لو فيها نجوم النجوم مش شرط دايما النجوم بالنسبه لمانشستر برده كلهم اغلبهم لسه في بدايه ان هم يعملوا النجوميه مش هيصوا طبعا بحجم كريستيانو وميسي لكن كريستيانو قدام احساس ان احنا لا احنا كبار احنا فرقه كبيره لازم نكسب بعيدا عن الفرق الكبيره والنجوم الكبيره الماتش اللي كان فيه كره ممتعه او الماتش اللي كان فيه نتيجه مفاجاه من وجهه نظر مينا كره ممتعه بالنسبه لي انا بحب جدا جدا كره جاسبريني مع اتلانتا عملوا ماتش حلو جدا امبارح في لاسيراميكا ملعب فياريال ماتش خلص 2-2 وكان فيه طرد متاخر لفرانس كوكلين في فياريال ماتش جميل جدا في رايي كان اتلانتا وفياريال طبعا ماتش كان جميل واتلانتا هيعمل مباراه كبيره جدا قدام مانشستر كبيره جدا فرقه مزعجه وفرقه بتلعب كره محترمه جدا. جدا جدا الماتش اللي ترشحوا لي الناس النهارده بجانب الثلاث ماتشات اللي فيها فرق من الاسماء الكبيره في ماتش تاني تقولوا للناس ممكن يشوفوا فيه كره حلوه اللي عايز يتفرج على جوان كتير يفتح بقى ماتش كلوب بروج وبي جي نارد ده في جوان كتير ده طبعا الماتش هيبقى ماتش طبعا لا وفي ماتش
يعني ميلان وليفربول ده انا شايف ان هو ممكن يبقى فيه برضه اهداف لان ليفربول هيهاجم، ليفربول هيكسب 3-1. سهره ممتعه ان شاء الله، نتمنى انها تدي حضراتكم جرعه كده لغايه لما الموسم عندنا يسخن ويبدا ونرجع ثاني نتابع ماتشات النادي الاهلي ان شاء الله في بطولاته المختلفه. بشكر طبعا ضيوفي مينا ماجد واحمد مصطفى، شرفتونا ونورتونا، الوقت جري بسرعه استمتعنا بيكم، واحنا كمان كنا مبسوطين جدا معاك طبعا، حلقه مميزه ونتشرف دايما بوجودك دايما معانا. شكرا جزيلا. شكرا دايما سعيد اني معاك. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم على المتابعه، نقابلكم ان شاء الله بكره ماتش المقاولين والاهلي طبعا، ما تنسوش اخر بروفا قبل مواجهه السوبر المصري مع طلائع الجيش، كل التوفيق لرجالتنا ونتقابل على كل خير ان شاء الله مع بدايه الاسبوع الجاي حلقه جديده من السادسه يوم السبت، تحياتي لحضراتكم.